قمنا اليوم في وقفة احتجاجية أمام مديرية التربية في مدينة الباب. مطالبنا هي أن تعويض الطلاب في مادة اللغة التركية اللي كسرونا فيها واللي جابونا أسئلة أساتذي عم تواجه صعوبة لحتى تحلها. نحن يعني بمدينة الباب هون كل الأساتذة يعني عم تدرسنا مستوى أول مستوى ثاني، وأكثر شيء عم تركز لنا بالقواعد، فبنستغرب من نوع الامتحان بنلاقي أسئلة جاية مستوى رابع ومستوى خامس نحن ما دارسينه أبدا، تمام؟ وهاي يعني لغة جديدة فايتة عن المحرك، فلسه بدنا نواجه فيها كثير صعوبات لحتى نتعلمها، فبنستغرب إنه بنيجي على الامتحان ما بنلاقي ولا سؤال قواعد، بنلاقي كل أسئلة يعني مستوى رابع ومستوى خامس نحن ما دارسينه. اليوم نحن ضربونا بأسئلة التركي والرياضيات، أسئلة التركي كانت نحن ما عندنا منهاج نمشي فيه. يعني المستوى اللي لازم نمشي فيه نحن مستوى أول ومستوى ثاني، فهن جايبين لنا أسئلة مستوى ثالث ورابع وخامس. وزاد أسئلة الرياضيات كان عندنا سبع أسئلة يعني اثنين منها ما لها حل وخمسة من برا المنهاج، فهذا الشيء نحن بأثر علينا بروح عليها تعب سنين. نحن اليوم حابين انه نحكي عن موضوع اول ثلاث مواد اللي صاروا عنا اللي هن التركي والرياضيات وصعوبة الاسئلة اللي حصلت فيهم والخربطة بالرياضيات، يعني الشيء ما معقول انه اسئلة تكون جاية من تركيا وانه يعني مصححين كثير اللي راح يصححوا الاسئلة واللي دققوا فيها ويطلع كل الاخطاء وصعوبة الاسئلة، فنحن بنتمنى انه يكون في زيادة علامات للطلاب او اعادة للامتحان. نحن نطالب في تكرير او اعادة اسئلة تركي او توزيع علامات حد فوق الكسر، يعني اسئلة تركي كلياتها خارج نطاق المنهج. اجى الاستاذ تو تواصل معي على الخاص قبل الاسئله هو صعب، نحن مطلوب عنا اسئله تركي المستوى الاول والثاني بس، جابوا الرابع يا اما الخامس، اسئله تركي معظما مكسورين.